الله يفتحكم. ده توكيل. ده فرد يا عمي عيب. ده راجل واقف في الشارع طول النهار. انت اللي بتفتح انت مالك انت؟ لا افضح توكيل زباله اصلا. معاك الراجل المدير هيجيب لك حقك يا مش بالخناق والضرب. كل صوت وصوره. لا افضحهم النهارده. يا عم احنا واقفين نهدي فيه هو من بدري لما الحاجب بتاعه يطلع يهزر فينا. هو التاني بيمحرس لرئيسه عشان ايه؟ بس مش عارف يا جدعان بره واحده في طاقه حصلت وديكسون بيلف والاكاوتش ما بيلفش. ابداعات غبور. على الناحيتين ديكسون بيلف ما بيقفش وما بيلففش الكاوتش. وده رقم العربية اهو. واو سين عين 378. وده خد توكيل اربع مرات خمس مرات لغاية دلوقتي تتصلح وتطلع كل مرة اسوأ من الاول. العربية دي موديل 2019. موديل 2019. ديكسيون بيلف على الفاضي ما بيحولش الكاوتش. انا النهارده في فرع غبور بعربيه شارق رازو 5 فيها مشكله. في ناس جايه بتتهجم على امن غبور. الكلام ده انا بوجه في رساله جهاز حمايه المستهلك. انا عربيتي اهي فيها مشكله جايبين لي حد يتهجم. اسمك ايه يا باشا؟ اتفضل. ما تلمسنيش ما تلمسنيش. مش بدي بتزعق دلوقتي؟ مش بدي بتزعق؟ كمل زعيق. انا في غبور بيتزعق لي وبيتعامل بطريقه غير ادميه. لا ما خلصتش ومش هتحرك. مش هقعد مش هقعد مش هقعد. لا 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 مش هقعد. انا بعمل مش هقعد مش هقعد. انت بتتهجم عليا. انت بتتهجم عليا وتتكلم بطريقه غير. انت بتتهجم وبتقول لي اتكلم باحترام. انت بتغلط فيا. لا ما بنغلطش فيك. تمام. لا لا هدي الناس تتكلم معايا هنا. هينفع هينفع والله هينفع. صدقني هينفع. مش هينفع. ماشي مش مشكله. يا فندم انا بقول لك هدي مدير الفرع يكلمك. لا لا تيجي تقعد يا باشا وتتكلم. يا باشا انت ما بتعملش. دي خامس مره باجي فيها الفرع وكل مره يتقال لي نفس الكلام. لا مش جاي مش جاي. هات لي مدير الفرع يكلمني. هات لي مدير الفرع. انا لسه حاسس. انا لسه انا بوجه الرساله جهاز حمايه المستهلك. طب صور التصوير. انا هصور. انت عاجبك طبعا طبعا. اتهجم عليا. ايوه بتتهجم عليا. حضرتك بتتهجم عليا. لا انا ما بتعملش. انا ما بتعملش بايديا. انا دي طريقه غبور. انا ما بتعملش. انا ما بتعملش. انا ما بتعملش. اصل فيك ايد. الراجل بيقول لي فيك ايد. ده معناه ان هو بيقول لي يعني مضربك تضربني. تمام. يا باشا انا عربيتي اهي. حل لي مشكلتي. انا بمثل. حل لي مشكلتي. حل لي مشكلتي. الراجل بيقول لي فيك ايه؟ ده معناه ان هو بيقول لي لا اما اضربك لا اما تضربني. انا فرع غبور الاليوبيه. جهاز بوجه لحمايه المستهلك. بوجه لاي حد مسؤول في البلد. العربيه دي غبور بينصب بيها على الناس. العربيه بايظه. العربيه غبور بينصب بيها على الناس. العربيه دي محدش يشتريها من جوه الفرع. مش من جوه الفرع. من جوه الورشه. مهزله غبور.
دي خردة غبور محدش يحط جنيه فيها. على الخدمة الكبيرة اللي انتوا عملتوها، لولاكم ما كنت اوصل للي انا فيه دلوقتي. طبعا اللي انتوا خدمتوني وخليتوا صوتكم او التشهير بتاعكم يوصل للمسؤولين في غبور اللي اتصلوا بيا كذا مرة. احب اعرفكم الجديد حضراتكم، انا رحت حماية المستهلك اخر مرة عشان خاطر عملوا لي لجنة تانية واتصلوا بيا قالوا لي لازم العربية تروح تاني غبور عشان تتصلح، رغم ان هم قالوا مستنيين التقرير بتاع كلية الهندسة. كلية الهندسة التقرير بتاعها طلع قال العربية فيها عيب، ان الار بي ام بيعلى فوق الاثنين، والشركة قالت لهم ان احنا غيرنا حساس وغيرنا الوحدة الكنترول وغيرنا البطارية والعيب لسه زي ما هو. انا مش فاهم لما التقرير طلع من كلية الهندسة وحماية المستهلك، حماية المستهلك كلمت غبور مش موافقه على الكلام ده وقالت الكلام ده مش مظبوط. معلش احنا كده معترضين ولازم يتحول تاني لاي كليه هندسه تانيه. السيد اللواء احمد بركات مشكورا قال لهم يا اخوانا تعملوا شكوى ازاي اذا كان كليه الهندسه هي اللي قالت العربيه فيها عيب، فازاي انتوا تقولوا ترجع تاني؟ وهو كليه الهندسه دي من عندنا في البيت، هي جت كليه الهندسه دي من عندنا من البيت، حولوني كليه الهندسه تاني. المهم راحت العربية عندهم الأول في غبور بقالها 10 أيام ماشي، رجعت العربية أنا بقالي 10 أيام برضه من غير العربية، العربية كانت عندهم. بعد ما راحت عندهم طبعا ما جابوها ليش، راحوا محولينها كلية الهندسة، حولها لكلية الهندسة. يعني حماية المستهلك قالت إن هي لازم تروح لكلية الهندسة تاني عشان خاطر نشوف إن الكلام اللي هم كاتبينه كلية الهندسة صح ولا غلط والعيب صح ولا غلط. ودوها كلية الهندسة امبارح، واحنا النهارده انا لسه جاي دلوقتي حالا، العربيه اهي لسه جاي من كليه الهندسه. راحت الدكتور احمد ابو اليزيد بارك الله فيه، ربنا يكرمه الدكتور احمد ابو اليزيد، دور العربيه مع الاخوه المهندسين، دور العربيه لقى الار بي ام بيطلع فوق الاثنين وصوت الموتور عالي وبتترعش. قال لهم يا اخوانا العربيه زي ما هي، قالوا له لا ده العربيه هي النظام بتاعها كده. فازاي راح جايبين له عربيه معيوبه ثانيه؟ قالوا له طب دور دي وشوفها. ينفع يا اخوانا الكلام ده؟ ده يهدي ربنا. العربيه معيوبه والموتور بتاعها عالي، والعربيه دخنت مرتين قبل كده وقلت لهم، والعربيه صوت الار بي ام بيعلى ويعمل صوت فظيع، صوت عالي جدا وتترعش، ودخنت مرتين. وبعدين اثبتوا ان هم اللي انا في خلال 14 يوم وديت العربيه 6 مرات. القانون بيقول لو المستهلك في شكوى عنده في خلال 14 يوم يسترد فلوسه. انا بعديها بثلاث ايام وديت العربيه التوكيل، بقالهم 4 أشهر ونص مدوخيني كعب داير. انا لسه العربيه جايه تاني 10 ايام من عند غبور، بقى 10 ايام قاعد عندهم، وراحت النهارده كليه الهندسه. والدكتور احمد برضه نفس الحكايه، قال يا اخوانا، قال لهم يا اخوانا العربيه فيها عيب والعيب ده ما تصلحش والعربيه معيوبه. هم مصممين وعمالين يتفاوضوا معايا بتوع غبور، يقولوا لي طب هندي لك كيلوات زياده، طب هندي لك ضمان زياده. لا
قالوا لك طب هندي لك فلوس عربيه ثانيه. قلت لهم انا عايز فلوسي، عايز فلوسي. قلت لهم انا في خلال القانون بيقول في خلال 14 يوم لو المستهلك اشتكى ياخد فلوسه. انا ما اعرفش مش عايزين يديني فلوسي ليه. ارجوكم ارجوكم الله يبارك لكم، لو ما انتم انا ما كنت وصلت اللي انا فيه. ساعدوني، ومين يهم الامر اللي يقدر يساعد يكلمني، لان انا كده خلاص انا تعبت والله تعبت. تعبوني تعبوني 4 أشهر ونص، والنهارده لسه جايب العربيه على طول كده. 4 أشهر ونص العربيه رايح جاي بيها، رايح جاي من حمايه المستهلك كليه الهندسه لابرواش للمعرض حرام والله العظيم، وجايبها من شركه من معرض ماستر اللي في شارع الطيران. هو اللي عمل فيا كده، معرض ماستر اللي في شارع الطيران. اقول ايه بس؟ اقول ايه؟ الله يسامحهم ولا اقول ايه بس؟ مش عارف يا اخوانا. ابوس ايديكم، اللي يقدر يساعدني يتصل بيا او يبعت لي، لان انا كده تعبت 4 أشهر ونص. وبعدين النهارده قالوا لسه التقرير هيطلع في خلال اسبوعين تاني. هو انا طالب ايه؟ انا طالب الفلوس اللي دفعتها. حرام، العربيه محروبه وبايظه، بايظه يا اخوانا. معلش تعبتكم معايا، ربنا يبارك فيكم، متشكرين جدا وجزاكم الله خيرا. يعني طولت عليكم، انا اسف طبعا. الفضل لربنا وليكم طبعا، للي انا وصلت ليه دلوقتي. جزاكم الله خيرا. هو انا يعني انا رحت لحمايه المستهلك، وحمايه المستهلك قالت لي كليه الهندسه، كليه الهندسه دي مش من عندي من البيت، وقالت ان العربيه فيها عيب. طب اعمل ايه تاني؟ وبعدين قالوا لي في خلال اسبوعين هيبان التقرير. انا مش فاهم، يعني اروح لمين يا اخوانا؟ اقول الحقونا يا رب. ابص يعني انا مش عارف، الحقونا يا اخوانا يا اخوانا. ارجو من سياده اللواء راضي عبد المعطي رجاء يتصل بيا او يشوف لنا حل. انا مش عارف اوصل لحل، تعبت بقالي 4 أشهر ونص، وهستنى اسبوعين تاني لما يطلع التقرير. حرام والله، ما يخديش ربنا. ليه على اليوتيوب؟ معلش بس يا باشمهندس، انت قلت لي ان انتوا مش ملزومين تجيبوا عربيات والكلام دوت. كلمني زي ما بكلمك. انت بتضحكني على ايه؟ انا دلوقتي عربيتي عطلانه وجايبه طفيره في اقل من 10,000 كيلو، وفي توكيل غبوره برواش بيقول لي مش لازم، مش مشكلتي، على اساس انا جايب توك توك. العربيه ما كملتش 10 كيلو غير طفيره كامله للمكنه بتاعت العربيه، واربع ايام دول بقول لك انت مالكش ذنب فيها، وانا اتصرف بقى بره مع نفسي بقى. صح الكلام ده؟ انت مش لسه قايل كده؟ كلام. امال قلت ايه طيب؟ قلت ايه؟ انا معاك اهو في توكيل برواش مصورك من بره لحد جوه، ايه اللي هتقوله بقى؟ عشان نعرف بس، عشان نوري الناس انت بتعمل ايه. ايدك 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 والفيديو، ايدك والفيديو. كلمني زي ما بكلمك، وانت المدير المسؤول هنا، انت المسؤول فرع برواش، انت المسؤول. طب ماشي، قول لي بقى يا مسؤول اعمل ايه هنا؟ اكلم 16744. اكلم ايه؟ 16744. اي وكاله واي فرع لازم يكون فيه مدير مسؤول يتعامل معايا بعد كده، الجا لخدمه العملاء. انا عايز المدير المسؤول. 16744 بتناكه كده، ادي المدير اهو بتاع فرع رواش، صاحب حلال. تمام، جميل الكلام ده. بص يا جماعه، دي بقى عربيه جيلي 2014 بالظبط، ليها سنه وثلاث شهور معايا. تمام، اللي حصل كالاتي: انا لسه بدور الصبح مع اول لفه مرش، لقيت سمعت صوت كبير، صوت انفجار كبير في العربيه، لدرجه ان الصوت قوه الصوت خلى الجيران كلها تطلع تشوف ايه الموضوع. طبعا ذهلت من الصوت ده، نزلت اعرف ايه اللي في العربيه وايه اللي حصل. تمام، بفحص العربيه، لقيت تحت في العربيه في بقايا فبر، ما كنتش اعرف الفبر ده بالظبط هو ايه وجاي من فين. فحصت العربيه فحص كامل، لقيت المينيفو اللي هو مفروض من الفبر مقوم، ما بيتكسرش في اي عربيه كانت. تمام، وبدون سابق انذار وبدون اي سبب. ممكن تشوفوا حضراتكم اهو، ده المينيفو لسه اصلا من جوه. بس حضراتكم زي ما انتم شايفين الكسر. وادي هذه العربية لسه في الضمان.
طبعا المنوفه ده اتكسر ازاي وايه اسبابه ما اعرفش لحد دلوقتي، وما لهوش مفروض اسباب عشان يعني سنه وشهرين او 3 شهور بالطريقه دي يحصل بالطريقه دي. فانا حبيت اوضح لكم الامر. طبعا اتصلت بالتوكيل بيقول لي لا ده خارج الضمان لان ما فيش توكيل في الاقصر واقرب توكيل في الغردقه، هو ما عملش صيانه دوريه بيقول لي لا انت خارج الضمان. فانا حبيت اوضح للناس بس حاجه عشان يا ريت بجد يا ريت الناس تحذر العربيه دي. يا ريت بجد الناس تحذر العربيه دي وما تشتريهاش بجد. ما فيش اي حد يشتري العربيه دي مهما كانت المميزات ويقول لك المميزات فيها والعربيه حلوه وسعرها مناسب. ادي العربيه قدامكم واللي بيحصل بيها قدامكم، المينا فوق انفجر تمام بدون اي اسباب، والعربيه لسه سنه وثلاث شهور. وان شاء الله هقول لكم ايه اللي تم فيها وايه الاجراءات اللي هاخدها مع الشركه، وان شاء الله ناوي انا هرفع قضيه واقضي الشركه باذن الله. طيب ناخد الصلاه عشان معانا بس ناس على التليفونات. استاذ جرجس مساء الخير، اتفضل. الخير يا استاذ احمد. اهلا بيك، اتفضل يا فندم. مساء الخير يا استاذ احمد موسى، انت بنحبك ومواضيعك دايما مشيقه. اتفضل يا فندم. سعاده الرئيس، دلوقتي انا ليا مشكله. ابني كان اشترى عربيه مازدا موديل 2016 3، كان السعر في شهر 10 2012، وراح اتفق مع الشركه على 2012. ثاني يوم هو راح يشتريها قالوا لا بقت ب 222,000. بقت بكام؟ ب 222,000. وهي كانت ب 212؟ وهي كانت ب 212. ايوه. قالوا ده فرق يوم. قالوا ده فرق يوم. قالوا هتدفع 222. دفع 222 علشان فيها وسائل امان، اير باك 6 والفرامل اي بي اس واي بي تي والكلام ده كله. في شهر 2 عمل حادثه. 2016 عربيه موديل 2016. لا الاي بي اس مسك ولا الاي بي تي مسك التوزيع الالكتروني ولا الايرباك فتح. اخذ بعضه وراح شركه غبور في القطاميه وقال لهم الوضع 1 2 3. قابل المهندس هناك. قال له انت عملت الحادثه باي ناحيه؟ قال له ده انا عملتها بالجنب الامامي الشمال دخلت في الحيطه. قال له اه ده انت داخل غلط، كان المفروض تعملها بطريقه معينه لان السنسور بتاع الايرباك بيفتح بطريقه معينه. فانت مالكش حق عندنا. هو الواحد هو الحادثه دي يا فندم، هو انا الحادثه دي انا اللي بعملها بنفسي يا فندم ولا ايه؟ بختار طريقه عمل حادثه. لا هي لو في كرتون لو فيها كرتن ايربادز اللي هي في الجنب هتفتح على حاجه. خدت بعضي حضرتك. ايوه يا فندم. كلام فني مظبوط. ورحنا جهاز، اسمعني يا استاذ علاء، اسمعني. اتفضل يا فندم. اخدت بعضي ورحنا لجهاز حمايه المستهلك. ايوه يا فندم. والعربيه بقت عامله زي البسكوته، من قدام مكسره ومن ورا مكسره والايرباك ما فتحتش. المهم اخباره ايه الابن الاهم؟ الابن عنده كسر في الفقره الثالثه. عنده كسر في الفقره الثالثه. وعنده كسر في الركبت. يا ساتر. وعنده كسر في فقرات العنقيه. طب انا اخذنا بعضنا ورحنا سؤال موجود لما المتصل. لما قال بعد اذنك لما قال انت دخلت بالطريقه دي فروحنا لجهاز حمايه المستهلك. قابلنا سياده اللواء عاطف يعقوب، راجل محترم جدا في مقابلته، لذيذ جدا في المقابله، ولكن قال نفس الكلام اللي قالته لي شركه غبور. هم قالوا ان انت دخلت بطريقه معينه. صح. فعشان كده الايرباك ما فتحتش. انت تروح كليه الهندسه جامعه حلوان بتاع المطريه. قلت له حاضر. رحنا كليه الهندسه جامعه حلوان في المطريه. قال لي انت بتشتري العربيه بكام؟ قلت له ب 222,000 جنيه. قال لي تدفع 1% رسوم معينه. فدفعت 2200 جنيه. وطلع يعمل المعاينه الدكتور ومعاه المعيدين ودكاتره. نعم. لا معاينه بكمبيوتر ولا معاينه ميكانيكيه ولا معاينه الكترونيه، كلها معاينه نظريه. نظريه. بيبص للحاجه ويبص بايده ويبص يفتح مش عارف ايه وكده. انتهى التقرير الى الاتي. ان الحادثه من الامام بسيطه، فعلشان كده الايرباك الاماميه ما فتحتش.
ونحمد الله ان الاير باك ما فتحش يا الا كان قطم الرقبه يا ساتر. فانا اتنرفزت في القعده عندي عاطف بيه، قلت له هو وصل ان اما الاير باك يفتح يقطم الرقبه؟ امال عاملينها ليه الكراش تيست؟ لا بس هي المفروض نكون لابس وتتفرج على بدوع غبور قاعدين يضحكوا وقاعدين مبسوطين. الله، انا ابني مكسور وبصرف عليه قد كده في العمود الفقري، وبصرف قد كده في كيتو، وعربيته اللي صرف عليها وباع شقته واشتراها راحت منه ومعرفش تنفع، ويقول لك كنت دخلت بطريقه غلط وانت كان المفروض تخش بطريقه معينه. طيب وصلت فين اخر حاجه يا استاذ جرجس؟ اخر حاجه ايه؟ عشان الوقت بعد اذنك معلش. اللواء عاطف قال لي ليك حق انك تتظلم وتروح تاني، تروح تاني علشان الكليه تكتب تقرير تاني، وقام بعتني تاني سقف الكليه واديني دايخ يا لمونه دواخين يا فندم. برضه الولد مرمي في المستشفى وانا بكير العربيه على العربيه لوري، وبعدين اقول له دخلني الشركه هي اللي حوادث قضائيه. غاسة من وطن عنده مشكلة بيعرضها على حضراتكم. بنرحب بضيفنا في الاستوديو المحاسب أحمد عبد النبي، أهلا بيك. أهلا. طبعا من قبل الهوى حضرتك بتقول أن أنت عندك مشكلة في السيارة بتاعتك شيري تبع توكيل غبور، ممكن تحكي لنا إيه المشكلة اللي عندك؟ هو أنا اشتريت العربية من 2/6 اللي فات، والعربية ظهر فيها عيوب صناعة كتير. دي مش مشكلتي بالضبط، دي مش مشكلتي لوحدي. احنا عاملين جروب، طبعا الجروب ده أعضاؤه اتعرفنا على بعض في التوكيل في ابو رواش من كتر ما احنا بنشوف بعض كتير، فعاملين جروب على الواتساب. احنا حوالي تقريبا 250 شخص على الواتساب. انتوا ال 250 عندكم مشاكل في السيارة؟ هي المشاكل بتتكرر في كل العربيات. ده في كمان عندنا تقريبا حوالي 20 او 25 عربية ظهر فيهم مشاكل في البدن، في بدن العربية نفسه. اكتشفت المشكلة دي بعد ما اشتريت العربية بقد ايه؟ تقريبا من اول 1000 كيلو. تمام. يعني من اول 1000 كيلو ظهرت المشكله بتاعه العفشه، صوت قدام وورا غير طبيعي، المساعدين مش ماشيه كويس، المقصات بتاعه العربيه العفشه ككل عموما. طبعا الكلام ده كله على مسؤوليتك، يعني احنا بنعرض مشكلتك ما بنوجهش اي مسؤوليه، انت بتقول الكلام ده على تمام. لا هو ده حصل، هو على مسؤوليتي فعلا، وزي ما حضرتك بتقولي. ولجأت للتوكيل بالفعل؟ انا رحت من 2/6 لحد السبت اللي فات 16 مره توكيل. هي نفس المشاكل. احنا خدنا مفاوضات كتير قوي مع التوكيل، انا والمجموعه اللي معايا كلها. تمام. ان احنا قابلنا ناس كتير قوي من مجلس الاداره، لدرجه ان هم جابوا لنا حد اسمه امين الاميري، ده اجنبي تقريبا، يعني مسؤول عن السيارات او الافتر سيل في يعني خدمه ما بعد البيع في غبور. بالظبط. وقعدنا قعده طويله جدا، يعني حوالي 4 ساعات، ووعدوا ان هيبقى في حلول في شهر واحد. بس طبعا احنا اوريدي احنا عندنا قطع غير مطلوبه. اوريدي ماشي بالعربيه ولا ماشي بيها؟ ما انا ما قدميش حل تاني، ما عنديش بديل. ف هم وعدوا ان يحلوا المشاكل في شهر واحد ان شاء الله. بس احنا قبلنا مشكله دلوقتي ان اصلا قطع غير مش موجوده من اول ما اشترينا العربيه، يعني عشان لسه جديده. يعني هو بقول انا مشيت، انت مشيت بيها 1000 كيلو؟ هو دلوقتي انا لقيت العيب بعد 1000 كيلو. انا اول ما دخلتش العربيه التوكيل ليه وعملت لهم محضر وسبت العربيه؟ ما هو ده اللي حصل يا فندم. احنا 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 رحنا التوكيل بالمجموعه كلها وبلغنا، عملنا محضر اثبات حاله في الاسم اللي تابع ليه ابو رواش. ايوه. وعملنا شكوى في مكتب حمايه المستهلك، وعملنا شكوى على تطبيق كده على انت جايبها بالقسط؟ انا جايبها بالقسط طبعا. ومأمن عليها طبعا وفي الضمان طبعا. وفي الضمان طبعا. ما انا بقدرش اعمل فيها ليه؟ انت رحت انتوا 250 واحد ما سلمتوش العربيات كلها لدم فيها العيب ليه؟ هم سبتوا العربيات. ما هو يا فندم احنا اشترينا من المعرض، المعرض بيخلي مسؤوليته بمجرد ما باع. لو ظهر في ما هو في وكيل يا فندم، مش وكيل اللي هو ما احنا رجعنا للوكيل. الوكيل دلوقتي مش مدينا حل، يعني كل الحلول اللي عنده اصبروا استنوا. مفيش حاجه اسمها اصبروا، في حاجه اسمها انت بتقول احنا جروب 250 واحد. لجأتوش ليه لجهاز حمايه المستهلك؟ لجأنا له يا فندم، عملنا شكاوي وشكوى مجمعه. لا لسه ما فيش اكشن اتاخد لحد دلوقتي. اتفضل. انتوا 250 واحد. تمام يا فندم. لما تروحوا ال 250 واحد وتوقفوا العربيات في التوكيل، اتوقف حال التوكيل لحد ما تتحل المشكله. انما كل واحد منكم في ناحيه مش هينفع. هم يمكن بيدوروا على الطريقه السلميه. احنا عملنا 4 مرات يا فندم. دول مش هينفع معاهم سلميه. ده ما تنتظرش سلميه مع الناس دي. ما هو ما احنا طب هنسيب العربيات لحد امتى؟ طب يعني سيبوها والشرطه احنا بنتحرك بيها، عندنا اسرنا يا فندم. المستهلك يجي يشوف الواقع قدام عينيكم. اللي عايز حقه في الوضع في الايام دي تتلموا كلكم بال 250 عربيه توقفوهم في التوكيل لما يجي وزير الصناعه نفسه.
شوف ده ايه اللي بيحصل. ما احنا اقرب حل اللي كان اقرب ناس ان هم يجوا يشوفوا الوضع ويثبتوا الحاله كانت النجده. بلغنا النجده في مره وجم عملوا محاضر اثبات حاله والمحضر المفروض يتحول للنيابه ومنتظرين. بس حتى يعني حمايه المستهلك ما فيش اجراء اتاخد لحد دلوقتي استجابه خالص. حتى عملنا شكوى في مكتب شكوى مجلس الوزراء عن طريق لا عادي يا باشا احنا دلوقتي داخلين التوقيع عشان نستلم العربيه اللي هي اصلا جاي فيها عيب في الموتور. عربيه هونداي توسان 2019 610,000 وعايزين يسلمونا العربيه والموتور عيب زي ما هو زي ما كان. بيقول لك اللي معاك اعمله. فاحنا نخش نشوف اللي معاك اعمله دي. وادي هونداي للناس وادي شركه هونداي اللي الناس بتقول لك حمايتك وضمانك وعربيتك وفي امان وكل الكلام اللي احنا سامعينه في التلفزيونات ده. هونداي توسان 2019 ماشيه 200 كيلو بيقول لك عربيتك بايظه. هي دي العربيه اللي فيها المشكله. والمهندس بتاع التوكيل والمدير الفني للتوكيل بيقول لك اللي معاك اعمله. تغيير المسامير بتاعت الكابوت تجريح المسامير. عربيه دافعين فيها 610 مجرح لها مسامير الكابوت 2019. دور العربيه كده وتجاريح في فردة الشاسيه مكان الفك والتقفيل. ده مش شغل توكيل ابدا. ده شغل هي دي شركة غبور اللي احنا نتعامل معاها. انا سماها من صوت التكتكة دي. زود زود عشان نسمعها من صوت كمان اشغال. انا مش هسيب حق غير لما اخد عربية جديدة زيرو. دي كده مش عربيه بنزين دي كده عربيه جاز. جبنا العربيه التوكيل وقال لك هنغير الموتور وغيروا شورت بلوك نص تحتاني فقط لا غير وسابوا النص اللي فيه المشكله والجزء اللي فيه المشكله وقال لك ده 19. دي عربيه 2019 منظر اللزقه والتقفيل بتاع الغبور شركه غبور. السلام عليكم. معاكم اخوكم وليد فضيل من الفيوم صاحب محلات البدر للزيوت والفلاتر. دلوقتي معانا جيركن اللي هو بصوا ده تبع جاز بروم بروميو 20W50 اس ال على سي اف. اس ال على سي اف واخدين بالكم اهو. اس ال على سي اف يعني بيعادل في موبل وشل الشل الاصفر والموبل اكس اتش بي تمام. طيب الجيركن ده علينا ب 200 جنيه علينا ب 200 جنيه بناخد عليه فلتر وبناخد عليه 1 لتر هديه. يعني فلتر 1 لتر يعني الجيركن ده واقف على المحلات ب 80 جنيه يعني ما تطلع حق الكيلو حق الفلتر الجيركن ده واقف ب 80 جنيه على المحلات. غبور عامل له سعر البيع 220 جنيه. طب لما هي الناس دي الحاجه جايبها رخيصه وبقل الفلوس كده ليه طاف على المستهلك ب 220 ولا ب 200 حتى؟ ما تنزلها لنا ب 80 واحنا نبيعها للسالك ب 100. انا بنعرفكم بس السرقه والجشع والناس دي حراميه فعلا وان هي الزيوت الزيوت المستورده دي هي دي مش دي اسعارها. ده هم بيكسبوا فيها 400%. يعني هو عشان يديني ده ب 80 جنيه ب 80 جنيه عليا انا ده على المحلات كلها في مصر كلها ب 80 جنيه عشان يديني 80 جنيه يدوني بالخساره. ما هو اكيد كسبان 400% فيه. يعني الحاجات دي جايه من بره ببلاش. حاجات كلها كبريتيك و ورسايكر وقرف شغلانه مقرفه. يعني ده على المحلات يا جماعه عشان كله يبقى عارف جيركن ده جاز بروم بتقول عليه 5000 كيلو. بيقولوا عليه خمس تمشي عليه مسافه 5000 كيلو. ده على المحلات ب 80 جنيه يا جماعه. يا القرش ولا طب ليه انت ما تنزلوش بقى ال 80 جنيه رسمي ومش عايزين فلتر ولا عايزين 1 لتر واحنا نبيعه ب 100 جنيه بدل ما بنبيعه ب 200 جنيه للمستهلك وبتذبح المستهلك وبتضر عربيته بمنتج زباله منتج حقير. يعني جايبين لنا احقر حاجه زي ما بيجيبوا لنا برضه عربيات احقر حاجه جايبين لنا زيوت احقر حاجه. هي دي جاز بروم عشان تبقى عارفين الحقيقه. وكرب الكعبه ما بكذب عليكم في حاجه الجيركن ده ب 200 جنيه علينا تاخد عليه كيلو وبتاخد عليه فلتر غبور اصلي هديه يعني 120 جنيه. يعني واقف علينا ب 80 جنيه. طب ما تدوني بقى ب 80 بعيد عن العرض عشان ابيع انا ب 100 والسعر كده يبقى على الكل كده والناس تمشي على مثلا ايه 800 كيلو بدل ما يمشوا عليها 2000 و2000 ونص وبيعمل مشاكل في العربيات ومخرب الدنيا.
حسب الله ونعم الوكيل. امبارح جالي على فيسبوك صورتي وصورة محمد منصور ان احنا بنستغيث بالدولة انه تتدخل لوقف حملة خلية تصدي لان احنا بنخسر 100 مليون جنيه في اليوم. انا لا، انا بكسب ولا بستغيث بالدولة ولا عايز اي حاجة. ليه في ايه؟ مين اللي بيفابريك وحاطين صورتي وصورته ليه كده؟ ما اعتقدش انه لما يكون واحد عامل انشطة اقتصادية مشغل 14 الف عامل ان ده جزاؤه ان يبقى قاعد يعني مطلوب انه يخسر 100 مليون جنيه في اليوم. يعني بالعكس، ده انا ثروة للدولة، مفروض انه انت يا شعب تخاف عليا وتحميني. غير أن الإحصائيات تشير إلى انخفاض المبيعات بنحو 42% على أساس شهري في يناير الماضي، وهي نسبة مرشحة للزيادة. أقدم لكم غبور السادات يا جماعة، دي غبور السادات، ده الجو في السادات ودي غبور السادات. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.